مفاهيم غريبة ومختلفة دخلت عالمنا، ومش بس كده، دي اخترقت الأسرة بتاعتنا الصغيرة، بتهدد أمننا، زي تحرش جنسي ومثلية جنسية وغيره وغيره. ببقى خايفة على ابني أو بنتي، على ولادي من كل ده، ما بيبقاش عندي أي حاجة أعملها غير إني أتخض وأخاف وأقفل عليهم وأحبسهم. بس يا ترى هو ده يعني الحل؟ الحل عمره ما كان في التخبية، أكيد الحل في التوعية. وعشان كده هتبقى معانا النهاردة دكتور داليا زهران، لايف كوتش ومعالج شعوري وكمان مدرب بالتربية الجنسية. هنتكلم النهاردة معاه في تفاصيل كتير جدا تخص الوعي بمجال التربية الجنسية. هنطلع فاصل ونرجع تاني.